يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي وبينه لله صوت حضرنا هذه لايكة إن شاء الله شيخ الدكتور أحمد حسين محمد إن شاء الله تعالى يا إن شاء الله نقول قوة في الله إن شاء الله شيخ سكوا بنا كل واحد وقتي هو أنا خليه أقول أحمد 15 دقيقة بدل 10 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يال إله سبحانه وبحمده أيام عرصان إلهي وحكم هسنية هاي نعمت فراها بضان الله سبحانه وبحمده ونبوك الله ضيستي نعمت هسي ونعم أغفر بضان ونعم أن تلقوك وبتري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وحان تلقوك وبكري وبضيضة أي بضانت هاي وحان لقوك وبكري ما وحا أي نهي سنه نعموينا إلهي سبحانه وبحمده وإن السيئ وما بكم من نعمة فمن الله إلهي سبحانه وبحمده ولا ليال نعموين كاو من السيئ إلهي كل يهوص من قرده إلهي وإن قبض بدي إلهي وإن قم ماشي إلهي القرآن كوحي سبحانه وبحمده وأصدر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلهي وحو إذن كو عميمي إذن كو تميمي إذن كل ما يسترين عمتي سمين وقتا يمين قرصوا عندهم العموين كإلهي من السيئة فرها بضان وحاوين إن إلهي ضد المؤمنين أو من أقربك نعمة الإيمان والإسلام لأوين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي بسوء أن ينعم الله وين إذا وين تهي بتصيصا وأن نعمه إلهي سبحانه وتعالى إذ والبعى نصين نعمة الإيمان اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار إلهي سبحانه وبحمد خلق يسقى عبوري كذبنا وكلا دردرت أما كنت إلهي كلا دردرتي وذبتينو حرمينك يا مسجد الأقصى والداري خلق يسي وكال دورتي إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس أنبياء يرسلوا دورتي بركة إلهي خلق أنا يسقى إسكال سبحانه وبحمدي اختيار أنا يسقى إسكال وربك يخلق ما يشاء ويختار إسلام إيمان ودورش بركة ودورش إلهي نو دورتي ما أوحي من نو إسكالي لأني ما أوحي من نو دورني إلهي بينو دورتي ولذلك أهل الجنه نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة مركي الجنة قران آخره نعم الله وينانتي إذا درتي بإله أبو مهدينيا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعم الله إيمانك يعني عاو هك الوضع فرد إنه كلمة أي كصاب صنتها يضع الأخوة الإيمانية وأي كلمة الأخوة الإيمانية وكلمة مركبة وككوة الأخوة إيمانية مركا قيبت أقوم بهم سنو إيمانك بان مهمة دي ينعم من مضع إلى ظهير بينان بل هرطة هرمانية لأهميتها وحن نبي عليه الصلاة والسلام كالصدان الصحيح البانة وتحسيننا يعني يوني إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب وكما قال صلى الله عليه وسلم رسول كوحي صلى الله عليه وسلم إلى هاي الدنيا ذا عينة شعالية هاي يعلم جعلهم بوصية بل إلهي سبحانه وبحمده قرض البضياء وصحيح مسلم حقصة نبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا ذو وفق مؤمن كتشير بيوتها حبس بيوتها
قال كان واحد يوطه هاي شن ما يوطه حديث كان سمعني سماها قفك مؤمن كاهي مروا البعينو لباتي سيح مناها قال مروا البطر وغي سيح وحسوغان ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محدثين سطي إطلاقا سقعوا كل عيا صاحب فتح الباري أيام معلم الله أكمله سواء ضيدي سيو أي هاي راح كالسعضاء وفرد بضلنا وطا أي نين يهودية أي يلي وهم كدوني أبو الفضل ابن حجر العسقلاني يهود ودوتي لله يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين علم إليه علم قاي يا الشيخ باني كعمل فلسات رادين بإلهي وعروضي ولذلك حديث حصل أجل النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليه هم اليهود والنصارى هم الضالين ما دام العلم يعني قرنيين وقرن يحكوني النبي بيروح صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أنا من قليل من قراعا وأنا حوصني يا يهودي باني قال باني هذا يقول أنا أحصل نعمة الله غير سطاع مركا فرنسي ويرو إيش راح يسوي أنا قرأ يقول تاي تشل أنا قرأ يقول تاي تشلو هذا قرأ يقول تاي تشل روح يرسل الله يا رب وابن حجر روح رحمه الله تعالى أنا يقول الدنيا ده إنت عن هاي استقي وحي يا لورنا بهدي إلى هاي وسيو مركا الله إيه شن هذا وحي وسوي كأنما أنا في سجن مركا الله إيه وحد شن هذا وسوي إن شن كتشيو شال بين كاردينتها. أذيك أنا واحد الدنيا وحيالو نبغى دل هدي له يكون ما يستل حنون يرفض يقاشو يو وح والله مرك الله يرجع عذابتك سويسة والعياذ بالله كأنك ماذا في جنة. ولذلك حكمتي صحيح كلا فسر يا صحيح قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحال كين يا مالتقيانو حال كين يا بأنعم أهل الدنيا. مركز فيوم في النار غمسة. هل مربع نارتي لقلنا يا والعياذ بالله ساين تيلو قليل شوك تيلو سيالة قصو صاريا أموال رديبين يا رديت نشاط رديبين يا رديبين يا هل مربع انتسان لو قليل مركا سأل لي هل مر بك خير قط هدوانين أولي أوفورين قوان حنوصا قاتشون مركا سو دارنا يا انتو دارنا ودها إلهي أولي والله وحي وحي وناق معنا يعني غمسة واحدة وحي إلو سي سيبحي إنتي أدونك وشوية ودون وحيو نعمة هستي وحالي كيري يلقي النبي صلى الله عليه وسلم قفكي أدونك وليك بضناي وليك رفاض حنون امتحان بانك بحيب مركزا فيغمص في الجنة غمص هل مربع ساعة لو قلنا يا جنة مركزا لغسو صاري هل مر بك بؤس قد سيبنا دارب وحلفك سيلاي مركا والله يا هرت نعمة إلى هاي من السيتي ويني فإلى هاي السي يعني إذا فرح بضل على تين كري أيه وين تين نعمة الإسلام والإيمان وحالين وجب هي يعني وين كانوا هاي السماء كم تاعي ما أنت قال لي رسول قال عليه الصلاة والسلام من التبتل بس اللي مال عادي ما ها صومالي يو يرو يمل خو كلامه ومل مقالنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب قال الشيخ عبد المحسن عبال رحمه حفظه الله فضل المدينة عبال فوق كل مستحاني آثار بنبا كسوة مقالوا وحب بخاري مسلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها وكما قال صلى الله عليه وسلم إيمان هل كان مكبل أوضي المدينة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام آخر السبب كان أيضا أيوه سبوصة الله عنيا سيدا أبي صلى الله مركي بغضين تقدر أن تهوك إذا يوكش وحن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فإني أشفع له وكما قال صلى الله عليه وسلم قفكي أودين المدينة كل انتهى كل انتهى أنا وشفيعي ولو بعض المركز شرح يروح إليه قف ميشا وكل من يسوق ما قدر ينكر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت لكن معنيه فلي عشوي كن ولا الله انت بضان غالي من قفكو ميشا وكن ولا الله أي كل من يسوق وحسوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام الباب ذا مدينة لغا صغر يقوى لغا بحوا ملايق أي إلى الميسا ضاعون كنا كم ادعوا الدجال عورنا مسوقوا مساجد كي النبي صلى الله عليه وسلم بقي له والنبي وقع عنك سكل الصي وصلاة اللي قلت كذا صلاة في مسجد هذا بألف صلاة روضة ما كنت على ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مسجد قباء قيالة
والنبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. والصلاة اللي قلت كذا من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مشأت شوكتان مرتنمية وين أضريرتها ما هم عادية وحدي عكرتا إن تلابضها أي إن كنت تلاب ستوت صارت من لبي بحمد خير وخلق الله صلى الله عليه وسلم من تلابضها لكي هيثين يري ما هم عادية من شوكتي أدبا والله يارو نفتي لديك ونعبضها يدر يسليه علمي كهدي مايه والله ودي الشيخ ودي الدكتور جزاهم الله وكهري كهدي نعموين كاسي وحبا هين إلهي رب محذين إنه إلهي رب محذين نبوذا نسيه دبا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي للشديد إلهي بينا هذه إلهي كون نعمة يوم وهذه إلهي كون محذي الصبر وهذا مقاسي قلبي قيان إلهي فكر وسطه نعمة عرب كاغين وكبة الحمد لله جوارحي ورضي على إلهي قوم محذي الصبر ونعمة وآل داود الشكرة إلهي نعمة وكسيرة وكون حفظنا إياه وانا الوزي يا هذه لكن قرنبا ويدو ماشي أجوب تبع وصيد صوماليا وكلام وأنت ترى لك كتير وارن حاله يعني السياسة دي فرني كدير اللي يقيله وقاله إياه والعياذ بالله مرة قال كنت تلفون كيف تفرطه حل عضو أخذ زبون وعضو نوال وجهه فيسبوك يتويتر إياه بلقي باص تافك الشو عدد دوتي ملح إحنا عدد الشو ومش أشوف تبع هذا قرائن وهو إيم بدن شو ميسدي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة لا تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد نبي قال عليه الصلاة والسلام أنا مورد نبي من هذا الكيس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي والرسول صلى الله عليه وسلم مدينة قفك حنوي توريسا سيدة برت مرك دبك الله صار أنت أصلك آينا يوتوريس إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعمة والنعمة نعمة كسب أنت هي نعمة إلالية حداد نعمة إلالية ويدانا إذن كايسك قاضي يداك أو كتا وفوك نفخ حداد وحوي عذيه وعاد بين بطوه وبدوين تاقى الشو وإلهي أتكبقي ويدوه وإلهي كم هذي ويدوه كيف بظن تجارب بظن رب بظن وشاعد قط لابد قدرت بقنا يروان وقرينا وما يلعب لقى قطي أنا كم فكري ما يلكر هكرا دينا هلك واحد دقلان شري نبي صلى الله عليه وسلم يمين قبائل يهودة دقلان شري بنو قروينة بنو قينقاع بنو النضير وحين يسود دقين أهل الكتاب يحايانو وحي أقادين إلا قاعدة يحلقي آخر السمن كرسول في قدن بي إلهي وصوت دايو وحي فيليين النبي قاس يقا وياهي الدون قرد بركي بارين وحاوصوا بحريماش والنبي قاس كنو لانا إني مدينتها مدينة دقلائي وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التكينتي أوس يخذرج إني نبي رميان وركي حدك آديك أو أي ولي بقى عصاين ويماد لأنه يهودا مر والبقوق وديجتي وديجتي وحلا جاري اللي إلى هاي وصو صار الرسول يهودا بيه النجوى نقدر ولما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءه ما عرفوا كفروا به وقرني لك وقالوا به الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يهودي هل كان يدقني أود أي لحيد كما أني فكر المدينة اللي تصاريها لكن إلهي بعاصية محاد عين قعمه هو ذا قريه لكدمه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر أضوف في صلاحي ذا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونه من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب هذا ظل في رسول قاعدوه هذي قلوه هذي كبير قليين إذن ومعصي الله نعمة الهيسان إلهي وما حد نطأ معاصي لنا إسكيرارية نعمة ويك إلهي للسيوحة حكمنا نعمة الأخوة الإيمانية وطمانتها كان سوكين كنتي والله على إلهي درتي بما الأخوة الإيمانية وحن ربا إنا كسو كوبو أفرق ضب قضب كوبو ريحة غلط محيط هاي تعريف كذا فضائش كذا واجبات كذا يسورنت كذا يمحاد برينية الأخوة الإيمانية وكلمة دا مركب كا وحين فوق يحكي كرنا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إلهي هو حصري إنما المؤمنون إخوة مؤمنين فأنبا ولا لا منطوق يدوا ومحصور يجا أنبا ولا لا أوه مفهوم كيدوا ومحي إذا المؤمنين أهين ولا لا ما
هذا الشيكتين ولا اللي مدوذ معناها ميت أبا ماها ميل فقاري بيسمي مركا الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية إخواني وحوية وولاتيني ماذا دفت أوي وولاتيني ماذا إلهي درتي الأولى له وإيمانك فضل إيلاد نهاية وحينا قرفل إنتك سوشيكني نصوصتي تسيسي نعمة هو إلى إلهي الوقت الله يستطيع إلى إتاعي إيمان قلتان كان إنت هذا الوقت وضع إشي لك وحاكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام ارتقل الرسول إلهي وإن أظن من الشيطة إلهي وإن أظن من الشيطة إن أضد ولا رع يعني قال لك إلهي وإلهي والذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته يعني نعمة الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا. أوصي خزرج حرب البعاث يقال الذي صالح مري على ودي كده حيسي وأذكرنا إنسان مرة وهالك إلى طارته مركي أي إلهي درتي كولا لو بينا وحين نقضيت نعمة الإسلام إله نعمة دين الإسلام في درتي بإلهي كولا لي واذكروا نعمة الله عليكم نذكر وعاب العبرة بعموم لفظ الله بخصوص واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. أوصي خزرج مركي هو علاد تحت عليه وحياة هاي علاد أن أبا هنا هنا ويرتها بتصوم عليها الضيم هنا تهلا قبيلة بها لكن إلهي إيمان كاس كدوي ولا الله بنيك هذا بعض ما قال الرسول كتشوق عليه الصلاة والسلام حضر لنا بهالشيء ونبي يدعوها فإنها ممتنة أو أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم إن يوليكم بتشت أنا والنصيب ترى هذا ولي بإسلام ومؤمنة مركا وإن كبوين أتى إيمانكم وقفك قبيل كإلهي بين لنا اللي لم تدي ذكره قبيل كعدينا ما تدي ذكره أهل بضك لترى قبيل يا قبيلة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن ليس كوكرتو حقوق باكرة مايا صلة باكرة مايا قفك كحي وحد سواء نبقى يرسع صلة صلة صدقة لكن قفك باقفك وكعب سيدة بدية وإن كاقلوية أيضا لفت الإلهي يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أنتي سقفك إن وجود كرامة بدورها لك وعبس الله معه كإن وجود الله لي ريسا على السلاح سوالي كإن وجود قبيل كبضا معه نبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم وحكى قصدا أبو هريرة إلا ويديا رسول الله من أكرم الناس أتقاهم لله صلى الله عليه وسلم وعبس الله إلهي سبحانه وتعالى أكتيس وحاد وقدو وفبقوا في كلا وقدو يا هاي إنت وعبس بضنتها وإيمان بضنتها مركا وإن إنا ولا ليس نعمة الإيمان والإسلام وأي كويناتا إنما المؤمنون إخوة إلهي مؤمنين تأبا ولا لا أولا التنمى أي كويناتا وكالويناتا قبيالتا لأنه واحد عكرتا أنصابت شبع ومودد لكن لا وقف ولا لا أي الدين فكرة حكرتا والله قال بنا غريا يقول شيء يا مركا هيركينا رجل بنا كريستيان كتيرا هذا يقول عبسنتهي ووحوي أنا من غزية مياه إن غوت غويت أنا من غزية مياه إن غوت غويت أنا بطل أما سواء بيش أنا في بتركي ما جنته وحوي فلا أنساب بينهم وأنت قيام الله قرنسا وإحنا نصر بيش إخواني أخوانا نفطع وتأيمانك فضل إلى لو حكم بذا أخوانا كلا أردني ويسكتني سأولي لبانيسا لكن يضر لما ميسو محاني يضر لما ني ولله وفي الله وحكستوا إلهي درتي الله صلى الله عليه وسلم ما عندكم ينفذ وما عند الله ضار كل شيء هالك إلا وجهه ما نتقي يا إلهي قرآك وحكو الشيء يا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تتكي واحد وانا بخل الله كل نغذي هكو لا لوبين قناع سياسة ما نتقي يا عدو بسكين اللهم إلا تتكي تقوى إيمانك إيمانك إسلامك تقوى برك الفاظ العبود وحيلالا والفاظ كالإسلام والإيمان وإذا اجتمع يفترق أو إذا افترق يجتمع ميالك من هذه الوصية تقوى هذه الشيء إيمانك وكجلا هذه الشبعية وما لك الفرقين أيام إذن وحوي
أخوضة دفتة حريصة آخرة وحتريصة وأخوضة إلى هاي يقولي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وحكم إذا فضل إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركو مدينين وحي أبوه الرئي وقفتي صدح سيبوها شيء أبوه الرئي وقفتي أرتوها مساجك سينو بسي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدك لحي سقفك إيه ربك إلا يسوحره شيء لباد وقفتين والنبي وها صلى الله عليه وسلم لأهميتها إنه ولا ليه مهاجرين أنصار في صحيح البخاري وحكوت عن عبد الرحمن عوف إنه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين أنصار ولا ليه مكاسوح ولا ليه أنيقة هي سعد بن الربيع ولا تني مغاس محيكة وحكولي سعد بن الربيع ولا ليه وحاليها إلا ما حصفة قبا مد مخوف ليا هعيد بحره قوسه ولي بعض الروايات حلالة تقرح ضبطاً تاد عدو بكو عجبسة ما هم بدأ أول بكسي سعودي ما تلمات وحانا هيدون أنصار وحانا هيدونك وحو الله بضان كلا بردنا كردقا يا حوار هيد بردنا قال بردنا لن قال بل ما أنت يا أرنك يا قف نقا بدأ كلام جديد هل كوحا قارسيي سعد بن ربيع إنك قارسيي ووالا تنيو لا قفتاوي إيمان بقرسي وحكوين بارك الله في أهلك ومالك دلني على السوق إلهي مالك هذا إيه جارك وبركي ورات وسوق بين قاعد وقاية وشقيسة أهمية دا نبي مصدح دي قضاء السبيل ومحيكو إنه مساجك النبي قرد السيء وعلى قضاء قفقي ربك إنه ولا ليه يا مواثيق دي عهودي والله قلي لأنه مجتمعي كلا مسلمين تجو يهودي جوبتي مواثيق دي عهودي والله مهي أي كلا سحلة أهمية دا والله ليالو أي لا لهي أي تصي صار وحا كم إذا فضلك أخوة الإيمانية إلى إلهي وينوب من الشكت سيدعي الضعب إلهي في واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانكم آياتك الله يقول ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين إلهي ما معناها إسكينش عليسي وإيمانك فضلك إلى الله وحي تصي صار لما أنت هدف كريم لنا لما هدف مليء تذكر يلا ورا له أو الشقيق خوي أبا بكل هدف يلا كلام أو متكود كيسة ما كنا بعيد بالله لكن ذاتك مؤمنين تهدف كله ويولك يغايد الله أبو ري العبادة وما خلط الجن والإنس إلا ليعبدون فضايش إلا رحي ويفرق ضنتي أنت سمين بيا حضي الأخوة في الله الأخوة الإيمانية فضل على ضحي وإنك غش ضنتي إيمان إلهي درتي إني ولا أمنحي حقوق بإلهة هي واجبات هي سنن هي آداب وحكم إذا حقوق بإلهة إن أدتك مسلمين تود عيسى أدتك مسلمين مؤمنين رابطك إيمانك كل أول آجة إن أدود عيسى والمسلمين يله مؤمنين تين لود عيو وهذه أنبياء يرسوسة يصالحين نبي نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وقرض إذا بيها إبري فاي مؤمنا وللمؤمنين مؤمنين للمدعي نبي إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نبي محمد عليه السلام سأله وأمره فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صالحين تنا دعالوا ذي بيباهي دعالوا ذي بيباهي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا هو فيرس والذين جاءوا من بعدهم وحلق اسم الشركية مهاجرين يا أنصار إنهم مهاجرين منهين أنصار منهين قطعا لكن قال الله ضب إلهي نقدمه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الأخوة والإيمان لبضوا آياتنا والمتبعية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إذن الأخوة الإيمانية ويدعيني ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سيدو كلا وحوي إن المسلمين تولد الدعيسي ولما الدعاء الله غيب خاصة الحلية إن كتش رمانة وحلية هذا وعضد وفتنت بذيها ومسلمين تلا يسقصها بروا عضي إن الحلقة السنة دعاء الله لقاك بلا يا مسلمين تلا ندعي
وحكسوغان سنن بيهق وحكسوغان عمر مركو وترك توكنين ودع اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم مركو ورت دعوين كاغا حدد كليا اوليغا دعيتين جتيمانتا لغا بلاو مسلمين تا حقوق دا اي لا هي الاخوه الايمانيه ان ادعيسا كبد اخواني صلاتنا ان توكنين صلاه كستو فرض يا سنه وقتهم إنه واجب تهي بلا ركن أي تهي إنه مسلمين تدعيس السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واحد يا وحال نبي في صحيح مسلم كسب يقول قفوا مركوا وعلى عباد الله الصالحين وحوي وحو السلام على كل عبد صالح في السماء والأرض حق أي لا رحمة السلام حق أي لا رحمة وكو لبو إن المؤمنين تلجع لاتي وقال هذا مؤمن كاه إن الله تعالى توحى النفط هذا التعشى النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا التعشى هي ما مثلا ولما دي ويفضلها إن وهو يرانا هذا لما دي قلوا قاعدوا من المرأة حتى لد لما دي من مثلا وحاكم دور الله يارو وصوت حال لهذا ويفرمضان نصوص صفران خطاضية إنا ندعو عيسي إنا نتجع على توحى نفتا على نتجع الشهي إنا نصيحه طهي الدين النصيحة إنا نصيحه طهي ويفضلت هاي عرف كين المكدر على لكن تطبيق مركي منافستي مع الضعادية ولا كان مركب ما تسير كأذكو خلصتها للصومالي بدون بارغة بها إلهي قلب قلب طارع عني مركب وإنا تسيقوا دعيت لي إلهي يو يسيقوا ما تسير كسي هذي أقول ما لك أفضل دعيني فلا ولا كمثله لكن هذا نظري قوي أما حضرت عشر هي المستوى الأول إلى خمسة كوباس السجن عاد ميالب بدنو عاد وير التعب الله يمد الكرات ها أما كذا عاد كير قصته ترى يا رب الله هو قاعد دمك غير بحيل وكذا ما هو إن عاد رجع الله توحى النفط على الجعش إن عاد المستشار المؤتمن هذو كلات الشباب إن عاد سيدا دعدا عاد ولتنسي سيدا دعدا إن عاد إلهي ذرتي حضرت كوارب تسكسيد يلا الله يوحو اسكو مشغولنا يو وار ماشي وحو ما جوجنا الهي كبق وان دينته برنا كدي حضرت كوارب تليفونك ونسك مشغوسيه اما هاولك ان ادو نصيحه اسمع هنا ادو مجامله سيده او مداهنه ولا تمد حدي ان سو خلاصيه هل قاعده كلي كسو خلاصيه حقوق لا قفك مؤمنك كوليه ان وحكستا او اد نفتاده لا جعشهي ان اد لا جعلت في صحيح مسلم وحا كسو النبي انه يري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتي منيته من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه سيدا تعيش حين ولد قمه وغلقه ولد أخلاق هناك سيدا ولد ما تعيشها وحتى تعيشها إن أن لو حاسد إن أن لو حمين إن أن لو قرب إن الله هيفن إن الله عائل تاركيلان محاها برنية الأخوة الإيمانية محاها كهر إيمانية قضوا كاسابو طبيعي وقبيه وركرها لها وحا كهر إيمانية وحا الله يوحي وراتيني ماذا وحييني حاسبني حمان إن الله تشعلاته إن أدو حوي والعياذ بالله إن أد حقيقته إن أد كتشت سخريتي إن أد حمته مرجع سورة الآداب مرجع واحد سورة الحجرات تأخذ ذا إنما المؤمنون إخوة ذا سياق يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إنها صور لن إنها سكير الصور حديث هو رديه كرو أخلاق ذا وجه من أيانا وحديث صحيح مسلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب يريد من الشرع يحقر أخاه المسلم أحد حديث كاس وطرق فرض ظله أيام شبعين أيام مركوا الله يالو الأخوة الإيمانية وحكين سنيسا قفك والكايا لبكا صور دم قبيالة ده كبيرة وحيالة البنية أخوة الإيمانية قبيالة ده كبيرة قبيالة اللي تعرفوا لكن ما هي أخوة دي أي شب حضو مركوا مرة بنتين الكبر الصيب ضيو وحي أن لي حق إلهي وفتيلة رضو عن نقي الله ربك الحمد كما يقول من جلال وجهه وعلي وسلطاني وحي خالق العين في من نفسي والشيطان أستغفر الله وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
استغفرك واتوب اليك، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.